اختلفت روايات الحكومة والمعارضة في البحرين بشأن مقتل شاب ينتمي لجماعة المظاهرة، وفيما تقول الشرطة إنه قتل بعد انفجار قنبلة كان يحاول إلقائها على قوات الشرطة. قالت المعارضة إن الشاب قتل جراء انفجار قنبلة ألقتها قوات الأمن على متظاهرين سلميين في بلدة بني جمر. أعلنت الشرطة البحرينية أن شابا يدعى علي خليل الصباغ لقي مصرعه حينما انفجرت فيه قنبلة كان يمسكها في يديه أثناء محاولته تنفيذ هجوم على قوات الشرطة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشرطة قولها إن الشاب كان مطلوبا لدى أجهزة الأمن لارتكابه مخالفات جنائية، وأضافت الوكالة أنه عثر على سلاح ناري وذخيرة أيضا قرب الجثة. وفور انتشار خبر مصرع الصباغ نشرت قوات الأمن تعزيزات إضافية في بلدة بني جمرة، حيث حلقت المروحيات في الأجواء، كما أقدمت على اعتقال والد القتيل في محاولة لمنع خروج أي مظاهرة احتجاجية. من جانبها أوضحت المعارضة البحرينية أن الشاب البالغ من العمر 17 عاما لقي حتفه بعد أن انفجرت فيه قنبلة ألقتها قوات الأمن خلال قيامها بالهجوم على مظاهرة سلمية في بلدة بني جمرة. وفي وقت سابق أمس قضت محكمة بحرينية بسجن 6 أشخاص 10 سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بهجوم بقنبلة حارقة على دورية للشرطة في إحدى القرى قرب المنامة، أصيب فيها ضابطان واشتعلت النار في مركبتهما. وأثار النبأ ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وظهرت بشكل واضح في تويتر بين داعم للحكومة ومؤيد للاحتجاجات.